رونديفو جديد مع الفنان مروان خوري بكره وبعد بكره بكازينو لبنان، ولا راح نحكي عن هالحفلتين مع كريستينا خاطر. هلو، جود مورنينغ. بونجور، كيف صحتك؟ تري بيان، وانت كيف؟ سافا. لكن حضرتكم منظمين هالحفلات؟ مزبوط. وشو راح يصير؟ شو بدنا ننتظر؟ اوكي، هن حفلتين اكسكلوسيف لمروان خوري، للفنان مروان خوري، له زمان مش عامل كونسير. دمجين شوي العالمين، يعني الاورينتال والاوكسيدنتال، يعني مش بس رح يطلع الفنان مروان ويغني، في كمان شغلين كثير على ستيج، على البرفورمانس، على الباند، على كل التفاصيل، على الاضاءه، على الصوت، يعني لنعمل شيء هيك حلو ونخلي العالم تروح على غير عالم شوي كمان. لكن بكازينو لبنان ابتداء من الساعة 8:30، التيكتس عم ينباعوا بالفيرجن تيكتينج بوكس اوفيس، وبيبلشوا ب $50 لل $150، واكيد اذا حدا بده معلومات فيه يتصل على 78 900 450. كريستينا اللي بيحبوا لمروان خوري واللي بيتابعوه، شو بينتظروا بكره؟ مثلا اغاني سبيسيفيك، او بركي الهيتس تبعه، او الاحساس، يعني شو راح ينتظروا، شو راح يتوقعوا؟ هو اكيد كل الاغاني اللي هيك، كل الاغاني حتى القديم، يعني اللي لها زمان مغنيها كمان رح يغنيها، بس بأداء جديد، بطريقة جديدة. وفي أكيد غنية لو المشهورة كتير آخر فترة، ويعني فيك تقول إنه it's gonna be an hour and a half، يعني العالم ما حيشيل عيونهم عن ستيج، لأنه عن جد في حتى كتير، في كتير يعني عالم حتجي، كمان بوكو دانسترومون، شغلين كتير على الانسترومونات، مغيرين شوي بالموسيقى، يعني كأنه في إفور على الأوركستراسيون، يعني مزبوط، آلة الموسيقى وتوزيع الموسيقى مزبوط، والبيانو كمان رح يكون، وكتير شغلين على المود الرومانتيك والشاندوليه وهالقصص. وقد ايه محمس مروان خوري على الحفلتين؟ امبارح بلش ريهرسلز، وكثير انه اتس لوكينج، اكيد كثير محمس، مش عم بينام له فتره يعني. اوكي، من ورا الكونسير. لكن بكره، بعد بكره، بعد في بطاقات عم تنباع عند فيرجن ميجا ستور. مزبوط. على الباب، بس افضل واحد يكون حجز ومكان، اكيد، لانه ديجا اذا بيروحوا على فيرجن بيشوفوا يعني التيكتس عم بيروحوا، يعني صرنا كثير بايعين اسرع من ما بنتصور. اوكي. كريستينا، في غير مشاريع انتم عم بتنظموها او محضرين لها؟ او هلا في كثير مشاريع جايه، بس ما في شيء بعد كونفيرمد، بس في شيء 3 4 ايفنتس كمان اكبر حنعملهم بالصيفيه، واكيد مع انرجي و يعني ان ديو تايم اكيد رح نحكي عنهم بوقتها. اكيد. ليه اخترتوا مروان خوري لهالايفنمون؟ هلا نحن بلشنا من 7 سنين، بس طلقت كريستيز، بلشت اول شخص، اول فنان اشتغلت معه، اول كونسير عملته بحياتي كان مع مروان خوري، كان على فالنتان، وكان عنده سكسي كثير كبير، وهلا قطع الوقت، وكل ما نعمل شيء عم بيكون كثير ناجح، سو فكرنا، لانه كمان له زمان منه عامل شيء، وكمان هو عنده كاليبر معين يعني، ونحن بنحب نشتغل مع العالم مثل حضرته، وكمان هلا صرنا شركاء بالاكاديميه، هي اما ارتس اند ميوزك اكاديمي، كمان بنعلم كل انواع الانسترومون لمروان. سو ثانك يو فيري ماتش كريستينا، جود لك للحفلتين. رح اترككم مشاهدينا مع برامج هالاسبوع، احداث اللي عم بتتم بلبنان. انا بودعكم، بشوفكم قريبا. ام تي في بعد ما خلص، بعد تابلو اللي بيخبركم واتس ام تي في.